إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. كندير تغطيه دوره، كندير تغطيه للدوره، ما غنمشيش لك، عندك الحق من عيني، ما عندكش الحق من عيني، كندير تغطيه صحفيه، ما عندكش الحق من عيني، تغطيه صحفيه، قلت لها صحافي مش من عينيش انا نصور مجلس، انني كندير التغطيه تاعي، ماشي انت غتفرض عليا ندخل ولا ما ندخلش، ماشي انت اللي ما غتفرض عليا ندخل ولا ما ندخلش، حنا في تغطيه صحفيه للدوره اللي كتهم المواطن. الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير، ماشي حوار هذا، ماشي حوار، الله يجازيك بخير، ما تولناش خدمتنا. اختي انا ما كندخلش الشؤون ديالك، عندي تغطيه ديالي كنقوم بها لا غير، ما كنوصلوا المواطن لا غير، ما كنوصلوش شي حاجه اللي مشي هذيك. ولكن اختي انا كنوصل، شنو هما الاغلاط؟ شنو هما الاغلاط؟ ماشي كيتحاوروا، كاين مشكل ما بين الاعضاء. شوفي كاين مشكل ما بين الاعضاء، انا عندي تغطيه ديالي كنقوم بها. الله يجزيك بخير. حنا كنتعرضوا للضغوطات من بعض الطرف الاعضاء، ما عرفناش علاش، ومازال الله يستر نقدر نوقعوا في مشاكل اخرى. احنا كنتعرضوا بعض الضغوطات من بعض طرف بعض الاعضاء، ما عرفناش شنو السبب، كاين مناوشات ما بين الاعضاء، ولكن للاسف حنا تدخلنا ولينا حنا داخلين في هذه المغالطات هذه، حنا اللي بغينا عليها، مجرد حنا كنوصلوا الراي ديال الاعضاء للمواطن لا غير، باش انهم بعض الاعضاء يفرضوا علينا هذا الشيء فلا يجوز. للاسف مازلنا كنتعرضوا لبعض التحرشات من طرف بعض الاعضاء اللي ما عرفناش علاش هذا الشيء. اعضاء كاين تبارك الله في مستوى اللي ما كيطالبوش شي حاجه مستحيله، من غير ان الرئيس هو اللي عطاهم احترموه. كيف كتشاهدوا مازلنا على المباشر. Спасибо.
تقديم حول مشروع ميزانية تسيير براس السنة المالية 2023 المداخلية تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113 المتعلق بالجماعات وعلى الدور الدولي للميزانية للسنة المصرية بعدد 14916 بتاريخ 21 جانفي 2021 حول إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة الترابية برسم السنة المالية 2022 وذلك كمرجع أساسي لإعداد الأمثل والجيد للتقديرات ميزانية السير السنة المقبلة. علمت المصالح المختصة بهذه الجماعة لإعداد المقترحات المتعلقة بتقديرات الميزانية التسويق برسم السنة المالية 2023. بالنسبة للشكل المداخيل فإنه كما جرى العادة تقوم تقديرات الميزانية على أساس المعدل التحصيل خلال السنوات التالية والأخيرة وذلك حتى تكتسي طابع السلحية وتكون أقرب للواقع والعقلانية. وقد بلغ حجم تقديرات ميزانية السنية برسم السنة المالية 2023 في الشكل المتعلق بالمداخيل ما مجموعه 180,830,012 درهم المحققة بذلك بنمو حوالي 14% مقارنة مع تقديرات المداخيل الميزانية التسيير برسم السنة الجارية. ثانيا المصاريف، لقد تم إعداد المقترح المصاريف للتسيير وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الإطار والتي يجب ألا تتعدى 10% من مجموع الاعتماد المقبول للسنة الفارقة وإضافة إلى التزامات المصاريف الإجبارية والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن مع المراعاة التطورات والمستجدات الاقتصادية الحالية التي تعرفها بلادنا والتأثيرات الخارجية التي تأثرت في عدة مجالات نذكر منها وبالخصوص الفصل المتعلق بشراء الوقود والزيت وانقطاع الغيار وارتفاع النسبي لبعض المواد والعتاد المستعمل في تسيير إدارة العالي. وقد تمت مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2023 على الشكل التالي. بالنسبة للإدارة العامة باب 10 أنشطة المجلس لم تعرف زيادة مهمة أما عن الشغل المتعلق بالموظفين فقد عرف ارتفاعا مهما في الرواتب والتعويضات وكذا المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد CMM تطبيقا للقوانين التي نست في هذا المجال والتي عرفت زيادة في حد الأدنى للأجور وفتح الحوار الوطني مع التمثيليات النقابية ومع الترتيب عن هذا الحوار إضافة إلى أخذ بعين الاعتبار الترقيات وامتحانات الكفاءة المهنية التي تنظمها الجماعة لفائدة الموظفين وتسوية الوضعية الإدارية والمالية. أما بالخصوص الأنشطة المتعلقة بالوسائل السير الأخرى فقد تم الرفع من اعتماد مخصص للصيانة والمحافظة على البنيات العقارية لتوفير السيولة المالية الإعدادية للسرقات المتعلقة بالصيانة بينما باقي الفصول لم تعرف ارتفاعا ملحوظا. كما تم الالتزام بمبلغ فوائد القرض التي بدأت الجماعة على توفيره وأداءه سنويا ودون تأخير. هذا وقد عرف الفصل المتعلق بالمجال الشؤون الاجتماعي ارتفاع نسبي في مساعدة مقدم الجمعيات وكذا شراء المواد الصغيرة لمكسب حفظ الصحة الجماعي المتوفر المستلزمات الصحية الضرورية لفائدة المرضى الذين يستفيدون من الأدوية المقدمة لهم من طرف المكسب الصحي للجماعة. كما عرف أيضا الفصل المتعلق بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق والغابات ارتفاعا مهما وذلك بتوفير السيولة المالية اللازمة لتوفير الخدمات الضرورية لصيانة المساحة الخضراء التي توجد في الجامعة مذكور بالخصوص مزرعة الموت ومنتزه الرحمة وجميع المساحات الخضراء بتراب هذه الجماعة. بينما ارتفع الفصل المتعلق بشراء العتاد الصيانة النسبية اليابسية مستلزمة الإدارة العمومية أخذين بعين الاعتبار الحرص على نوعية العتاد التي يزال بعد الاقتصاد في مادة الكهرباء. فيما يخص الفصل 50 المتعلق بالمساهمة فقد عرف ارتفاعا ملحوظا يتمثل في مساهمة الجماعات وفي مؤسسة التعاون فيها بناء على اتفاقية المدرجة بجدول الأعمال الدورة وعرض ذلك الفصل وفعال فائدة الجماعة الخاصة قضية الخدمات التي تسديها الجماعة الترابية المتعلقة بحراسة المناطق والمساحات العمومية وذلك لتوفير السيولة المالية لبرامج الصفقات في هذا
الشان ومع شراكة مختصة. وقد جاءت تقديرات الميزانية على الشكل التالي: مداخيل السياد 108,830,012 درهم، مصاريف السياد 105,568,460 درهم، الفائض التقديري 3,261,552 درهم. تقرير حول اجتماع لجنة المالية والشؤون حول لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بتاريخ 22 سبتمبر 2022، طبقا لمقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 113 المتعلق بالجماعات، وتبعا للرسالة للسيد رئيس الجماعة لدار أبو عز سعادة 12/25 بتاريخ 15 سبتمبر 2022، عقد لجنة الميزانية والشؤون المالية برمجة اجتماعية يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 على الساعة 10 صباحا بقاعة اللجان بمقر الجماعة، ويدخل في هذا الإطار تحضير لأشغال الدورة العادية شهر أكتوبر 2022، وذلك تحت رئاسة السيد شنان عبد الصمد رئيس اللجنة وبحضور السادة والسادات. الآن زين الجوامع نائبة رئيس اللجنة، السيدة فاطمة الزهراء عضو اللجنة، السيد أحمد هشام عضو اللجنة، الأستاذ علي السيوي عضو اللجنة، السيد حسن الفرقي عضو اللجنة، السيد أحسن ديناري مدير مصالح الجماعة، السيد عبد الله الزمومي رئيس مصلحة الحسابات، السيد عزيز أصغر وكيل المداخل، السيدة جميلة فتوات مصلحة الوعاء الضريبي، السيد عبد الله البيضاوي مصلحة المرأة الجماعي، السيدة حليمة الراجي عن كتابة المجلس، السيد عبد الحق عملي عن كتابة المجلس. وهذا وبعد التأكد من اكتمال نصاب القانون للعقد الاجتماعي، افتتح السيد عبد الصمد الشناني رئيس اللجنة الجلسة بكلمة طرح في مسلّى للسيدات والسادة الحاضرين مذكرا بجدول الأعمال الجلسة الذي جاء على الشكل التالي: أولا، دراسة الموافقة على ميزانية السير برسم سنة 2023، ثانيا، دراسة الموافقة على برنامج فائض تقديري سنة 2023، ثالثا، دراسة الموافقة على مشروع الملحق التعديل اتفاق تحويل مجموعة جماعة بيئة إلى مؤسسة تعاون بين الجماعات مسكورة دار أبو عز مواصل ولاد صالح ولاد عزوز، رابعا، دراسة الموافقة على اتفاق الشراكة ووضعنا الإشارة المتعلقة بمركز التربية والتكوين لأشخاص سابقا لإنجاز مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للمرحلة الثالثة، خامسا، دراسة الموافقة على اتفاق الشراكة ووضع رهن الإشارة المتعلقة بوضع بنيات المكسب المتواجد بإقامة الكنز لإنجاز مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم المرحلة الثالثة، سادسا، دراسة الموافقة على اتفاق الشركة شراكة ووضع رهن الإشارة المتعلقة بوضع مركز فتح أربعة المتواجد بإقامة فرد دار أبو عز لإنجاز مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم المرحلة الثالثة، سابعا، دراسة الموافقة على تحديد ثمن الافتتاح لإجراء السوق الأسبوعي أربعاء ولاد جراج برسم السنة المالية 2023. ثم انتقل السادة أعضاء اللجان إلى دراسة كل نقطة على حدة، وذلك كالتالي: أولا، بعد دراسة مشروع الميزانية للسنة المالية 2023 بناء على الوثائق المالية المتوصل بها من طرف السادة الأعضاء اللجان، أوصت اللجنة بما يلي: أولا، المداخيل. لاحظت اللجنة بأن المداخيل المحصلة بخصوص الضريبة على الأراضي الحضرية الغير ملكية لا تتناسب مع الوعاء العقاري الذي تتوفر عليه جماعة دار أبو عز بسبب عدم توفر على جميع المعطيات الخاصة بهذه الأراضي، وقد قل وكذا قلة الموارد البشرية واللوجستيكية المكلفة باختلاس هذه الضريبة. كما توصي اللجنة بدراسة هذه النقط دراسة معمقة وإيجاد حلول كفيلة بهذه المداخيل على هذه الضريبة في المستوى المطلوب. بالنسبة للضرائب المحولة برسم السكن، رسم خدمات جماعية، رسم مباني، لاحظت اللجنة ضعف المداخيل المتعلق بها، وبما أن المصالح المالية الخارجية عن الجماعة هي المسؤولة عن التدابير والتحصيل، فإن اللجنة توصي باتخاذ تدابير لازمة لحد هذه المصالح على رفع من المردودية عملها بتنسيق مع المصالح الجماعية. لاحظت اللجنة بخصوص الرسم على المحل
محال بيع المشروبات تقع في هذه المداخيل، ووصف اتخاذ إجراءات كافية للرفع من هذه المداخيل عن طريق تقوية الطاقم البشري المكلف باستخلاصها. ثانيا، بعد دراسة الشرط المتعلق بالمصاريف، وافقت اللجنة على المقترحات باستثناء ملاحظة كون الجماعة تساهم بمبالغ مهمة بجماعة تأثر لا تستفيد من خدماتها. أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع ميزانية تسليم برسم السنة المالية 2023، والتي جاءت كالتالي: مجموع المداخيل 108,833,012 درهم، مجموع المصاريف 105,568,464 درهم، الفائض التقديري 3,261,552 درهم. النقطة الثانية، دراسة والموافقة والمناقشة، أوصت اللجنة بالموافقة على برنامج الفائض التقديري برسم سنة 2023 الذي هو بمبلغ 3,261,552 درهم بفضل مخصص لأداء المصاريف القرض الجماعي إيكوس. النقطة الثالثة، أوصت اللجنة بموافقة على مشروع ملحق تعديل اتفاقية تحويل مجموعة الجماعات البيئية إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات تابعة للإقليم، وذلك بالرفع من المساهمة السنوية للجماعة والتمثيلية في مبلغ 29,000,000 درهم. النقطة الرابعة والنقطة الخامسة والنقطة السادسة، أوصت اللجنة بموافقة على هذه الاتفاقيات. النقطة السابعة، وافقت السادة أعضاء اللجنة على اقتراح مبلغ 1,760,000 درهم كثمن افتتاح لإيجار مرافق السوق الأسبوعي الأربعاء أمام الجرار. كما اقترحت اللجنة دراسة وإمكانية سوق نموذجي بدلا من السوق الأسبوعي، وذلك على غرار المدينة الرحمة. وطلبت اللجنة بتحديد مرافق السوق الأسبوعي أربعاء أمام الجرار والمحدد داخل وخارج السوق الخاصة بمحطات وقوف السيارات والدراجات، مع تعديل دفتر التحملات خاص بهذه المرافق. شكرا سيد الرئيس. Thank you.
مراد زين العابدين شعيب المفيد علي الزيون احمد هشام عصامد شيداني جوامعي وشعيب مدحين وسام مرحب حسن فرقي ربطين يوسفي مريمين بيس شوشي جازي حليمة الطوسي فاطمة الحوزي أستاذ حمداشة محمد لومو حاج محمد لومو حاج أصحاب المتاتي هشام غافير عبد الله حمد الباب 10 قلت لكم الفصول اللي كيتهم 10 و 10 و 20 و 30 و 30